كن متقنا تجد الحياة جميلة بعطائها، كن متقنا تلقى بنفسك فرحة تحيا بها، كن متقنا تجد الحياة جميلة بعطائها. من الأيام رأيت شخص يشكر الله على نعمته يرميها تحت قدميه ويدوسها؟ لا، ما الذي يفعل ذلك؟ المدخن. كيف الإنسان يؤدي نفسه إلى التهلكة؟ بالتدخين رائعة، عدم الأكل، الامتناع نهائيا عن الأكل، شرب المسكرات، فعل المعاصي ممتاز، يعني يغرق على نفسه بالمعاصي، كل ذلك يدخل في مضرة الإنسان ويحرم على الإنسان أن يضر جسده لأنه حق لله سبحانه وتعالى. التدخين طبعا وسائل التدخين كثيرة جدا، بجهد أتقن ما يريد، لمستحيل لمن سعى يعطي إذا طلب المزيد. النداء الأخير لطائرة طيران الإمارات رحلة رقم 386 والمتوجهة إلى هونغ كونغ. لندائها كن متقنا تسمو بروح ميزت بجمالها، كن متقنا ومكافحا ومسارعا لندائها. إتقاننا ورقينا حضارة وبها النما، هي رؤية لديارنا بها الفؤاد ترنما. إتقاننا ورقينا حضارة وبها النما، هي رؤية لديارنا بها الفؤاد ترنما. لا مستحيل لباذل بالجهد أتقن ما يريد، لا مستحيل لمن سعى يعطي إذا طلب المزيد. لا مستحيل لباذل بالجهد أتقن ما يريد، لا مستحيل لمن سعى يعطي إذا طلب المزيد. أتقن فإنك إن تريد حسنا يكن لك ما تريد، والله أوصى إن عملت بأي شيء أن تجيد. كن متقنا تجد الحياة جميلة بعطائها، كن متقنا تلقى بنفسك فرحة تحيا بها، كن متقنا تجد الحياة جميلة بعطائها، كن متقنا تلقى بنفسك فرحة تحيا بها. اجعل لنفسك بصمة في كل أمر، إننا ننمو ونزهو حين تتقن بالعطايا كفنا. اجعل لنفسك أن تكون المبادلة بين مالين ربويين من جنس واحد، مثلا تبيع التسكين كيلو من الذهب بكيلو من الذهب، أو مثلا أريد تبديل عملة ريالات مثلا من فئة المئة إلى بجهد أتقن ما يريد، لمستحيل لمن سعى يعطي إذا طلب المزيد. استشعر قصة عبد الله بن مسعود أو موقف عبد الله بن مسعود. في إحدى الليالي طلبت والدته ماء فذهب ليأتي بالماء، فلما وجه نائمة وقف بالماء عند رأسها حتى الصباح، فلم يوقظها خشية إزعاجها ولم يذهب خشية أن تستيقظ فتصمت بجمالها. كن متقنا ومكافحا ومسارعا لندائها، كن متقنا تسمو بروح ميزت بجمالها، كن متقنا ومكافحا ومسارعا لندائها. إتقاننا ورقينا حضارة وبها النما، هي رؤية لديارنا بها الفؤاد ترنما. إتقاننا ورقينا حضارة وبها النما، هي رؤية لديارنا بها الفؤاد ترنما. لا مستحيل لباذل بالجهد أتقن ما يريد، لا مستحيل لمن سعى يعطي إذا طلب المزيد. لا مستحيل لباذل بالجهد أتقن ما يريد، لا مستحيل لمن سعى
يعطي إذا طلب المزيد. أتقن فإنك إن تريد حسنا يكن لك ما تريد. والله أوصى إن عملت بأي شيء أن تجيد. كن متقنا تجد الحياة جميلة. طبيعة النفس البشرية التي تؤكد على أن الإنسان يختلف بطبيعة الحال الذي يكون عليه. وقد خصص في الآيات السابقة موقف المشركين في كل حالة من الحالات الآتية، فإذا أصابها شدة وبلاء لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وأخلصوا إليه العبادة، وإذا أذاقهم الله نعمة من النعم أشرفوا به سبحانه وتعالى. إننا ننمو ونزهو حين تتقن بالعطاء يكفنا لا مستحيل لبادل بجهد. الحديث تعرفنا على هذا الراوي الجليل وهو أبو هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر الأسلمي في السنة السابعة، وكان له العديد من الفضائل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يعطي إذا طلب المزيد. تسمو بروح ميزت بجمالها. كن متقنا ومكافحا ومسارعا لندائها. كن متقنا تسمو بروح ميزت بجمالها. كن متقنا ومكافحا ومسارعا لندائها. إتقاننا ورقينا حضارة وبها النما. هي رؤية لديارنا بها الفؤاد ترنما. إتقاننا ورقينا حضارة وبها النما. هي رؤية لديارنا. من هم قوم عاد؟ هم من العرب، أرسلنا في نبيهم هود عليه السلام، هو أيضا عربي منهم. كانوا يسكنون في جنوب شبه الجزيرة العربية في بين اليمن وعمان حاليا، في منطقة تسمى الأحقاف. بجهد أتقن ما يريد لا مستحيل لمن سعى. يعطي إذا طلب المزيد. أتقن فإنك إن تريد حسنا يكن لك ما تريد. والله أوصى إن عملت بأي شيء أن تجيد. اجعل لنفسك بصمة في كل أمر. إننا ننمو ونزهو حين تتقن بالعطاء يكفنا لا مستحيل لبادل. بجهد أتقن ما يريد لا مستحيل لمن سعى. يعطي إذا طلب المزيد لا مستحيل لبادل. بجهد أتقن ما يريد لا مستحيل لمن سعى. يعطي إذا طلب المزيد. تسمو بروح ميزت بجمالها. كن متقنا ومكافحا ومسارعا لندائها. كن متقنا تسمو بروح ميزت بجمالها. كن متقنا ومكافحا ومسارعا لندائها. إتقاننا ورقينا حضارة وبها النما. هي رؤية لديارنا بها الفؤاد ترنما. إتقاننا ورقينا حضارة وبها النما. هي رؤية لديارنا بها الفؤاد ترنما. لا مستحيل لبادل بالجهد أتقن ما يريد. لا مستحيل لمن سعى. يعطي إذا طلب المزيد. لا مستحيل لبادل بالجهد أتقن ما يريد. لا مستحيل لمن سعى. يعطي إذا طلب المزيد. أتقن فإنك إن تريد حسنا يكن لك ما تريد. والله أوصى إن عملت بأي شيء أن تجيد.